عودة للشأن السوري والحديث أكثر ينضم إلينا من اسطنبول المحلل السياسي السوري ياسر بدوي. سيد ياسر أهلا بك، وبداية يعني مع تواصل مجازر النظام في الغوطة، ماذا ينتظر من مجلس الأمن الذي يشهد حاليا شد وجذب لإصدار قرار بهدنة في سوريا؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني لم نعد نعرف ما هي الأوصاف التي يمكن أن توصف هذا يعني الكذب الواضح بالنسبة لروسيا ولقلب الحقائق. يعني التعديلات الروسية عندما نقرأها لا يمكن أبدا يعني حتى يعني مثلا تقول بدل وقف الأعمال العدائية شجب القصف على دمشق وعلى السفارة، ويعني الإشادة بالمركز ما يسمى مركز المصالحة وهو مركز للأذعان ولضرب السوريين الروسي الموجود. والنقطة الثانية عندما يعني يناشد جميع الأطراف هي تحاول أن تبرئ نفسها روسيا أو أن تبتعد، فقط يجب يعني الطلب من الأطراف التي تمون على المعارضة. إذن روسيا تختطف مجلس الأمن، وهذا الموضوع أنا أعتقد أنه عقيم ولن يسفر إلى أي نتيجة، لأن روسيا دائما ستحاول أن تأخذ هذه القرارات باتجاه مصلحتها وتشتري الوقت ما تستطيع من أجل هذا العدوان أن يستمر. هي تعتقد أنها تستطيع أو قوات النظام وحلفاء يستطيعون أخذ الغوطة، ولكن هذا مستحيل. لذلك من هذا المنطلق هم يعني في حال التخبط، لنقل حقيقة في حال التخبط. لو أرادوا أخذ الغوطة لماذا لا يواجهون الفصائل الموجودة هناك التي تدافع عن الأرض التي هي حق لها؟ لماذا تبقى روسيا دائما تطلب أن يتم التنسيق مع الحكومة ما تسميه الحكومة السورية، وهي حكومة العصابة ليست حكومة ولا بأي معنى، وهي حكومة مارقة بشهادة القانونيين الدوليين. إذا أمام هذه التعديلات الروسية وهذه الالتفافات الروسية وضرب بالحائط جميع القوانين الإنسانية والدولية وحتى الدول الحاضرة الولايات المتحدة والغرب الذين يريدون إصدار مثل هذا القرار، سيكون مجلس الأمن عقيما بكل تأكيد. فيما لو قبلوا بالتعديلات الروسية ولو بحدها الوسط ستكون هناك كارثة في قلب الحقائق، وتسجل على مجلس الأمن والقانون الدولي سوابق لا يمكن أبدا القبول بها. إذن يعني القرار بالتعديلات الروسية لا يمكن يكون فاعلا أستاذ ياسر، لكن في ظل ما يحدث على الأرض الآن وفي ظل هذا الوضع في مجلس الأمن، هل يمكن القول أن الغوطة الشرقية تمر بنفس السيناريو الذي حصل في حلب؟ بكل تأكيد لا، يعني الاختلاف كبير جدا فيما حدث في حلب وفيما يحدث في الغوطة. أولا يعني ضيق مدينة حلب وكثرة السكان فيها وحتى التفاهمات ربما تكون الدولية التي جرت لا نعلم، يعني لم يظهر منها شيء. في الغوطة المساحة شاسعة وهناك فصائل قوية موجودة، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال لأي قوة أن تدخل. المشكلة الأساسية الموجودة الآن في الغوطة هي هذه المجزرة اليومية التي يرتكبها النظام والطيران الروسي وحلفائه من الميليشيات الإيرانية الحاقدة التي تريد الدخول إلى الغوطة، وفي منذ سنوات روجوا في إيران وفي جميع يعني المناطق التي يسكنها الشيعة أن المهديهم المنتظر سيخرج من حرستا من أجل وقتها اقتحام حرستا. إذن هذا الموضوع لا يمكن أن يطبق في الغوطة، وهناك الرسائل كبيرة جدا، الناس صامدون. ولو أرادوا يعني لو عدنا إلى النص الروسي أن هناك يعني قصف من الفصائل على دمشق، لو أرادت هذه الفصائل اقتحام دمشق لاستطاعت، ولكن هي ملتزمة بالتفاهمات الدولية بالقرارات الدولية بالتفاهم مع الدول من أجل الحل السياسي. فيما بعد يمكن لأي حكومة أن تأتي ترضي الشعب يمكن الالتزام معها. لذلك ما يقولونه كذب. دمشق بأكملها هي تحت نيران الفصائل الموجودة في الغوطة، ولا يوجد أي طلقة. وبعد القذائف التي تأتي مثل ما حدث في ركن الدين في الأمس، هي من النظام من أجل افتعار هذه الأزمة ومن أجل هذه الإبادة التي تقوم بها في حق الغوطة، ولن تستطيع، وكل الرسائل تؤكد ذلك. نعم، إذا رأينا أن مصير القرار يعني هو إضعافه بالتعديلات الروسية أو الرفض باستخدام الفيتو الروسي، ما الخيارات الآن أمام المعارضة والدول الداعمة لها؟
الخيارات دائما هي واضحة، الخيارات التمسك بجميع القرارات الدولية التي تنصف المعارضة وتنصف الشعب السوري، والاستمرار في حمل السلاح حتى التخلص من هذا النظام، لا يوجد خيار آخر. ثانيا، الطلب من الأمم المتحدة ومن جميع الدول الفاعلة أن تمارس هذه الضغوط ولا ترتكن إلى المطالب الروسية في التعديلات، وبالتالي هذا يصبح خرقا للقانون الدولي ولمجلس الأمن الدولي. نعم، المحلل السياسي السوري ياسر بدوي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.